بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كبرى تحواتي نحتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهم بار تحستنا ناي كتاب كشف الشبهات الزبل أبونا نغزل زلنا تي بتحنا زلنا تحستو دما بزحات سبات أبتي شرك وديقوم كنسوم نتي شرك وديقوم وزلو كاليشم بمحب كم توسل ويكم التجاء إلى الله عز وجل وبمبال أبشرك زودق سبات نعوم ملسي بمحب كومو دمانين أبتي قنوع توحيد أبتي قنوع إخلاص نيرب سبحانه وتعالى نخم اللسو مقباري مالتيو. كشف الشبهات كم تقول لك زينو بلو زلنا زدنا قر نقريو زدناقر دماني نتمن قد حقي نعوه شافينو نتمن قد تفقد دماني حق أمسيلو أبلج لجو زريقهم بزوح جزي سلزلو نزي قداي زي دماني أبتشرك نخيوادكو زي قبورو شاف محمد بن عبد الله برحمة الله عليه نعوينا نريد لنا مالتيو. ولذلك نمنتاي دا أبزي شرك زي وديقكا ألخا أبتولالو جزي أنا لا أعبدو إلا الله بل أنا بجكا نربي نخالي عبادة يكبرني وهذا الالتجاء إليهم ودعاهم ليس بعبادة يبل مالت نعاتهم نبتهم صالحين متقع نعاتهم دعاء مقبار ملمان نعاتهم سن عبادة أيكونن يبل مالت يوف كمتي أبتزحل فزبلنا إذا كبتي تون كل ناي شيطانيو شيطان كل أجزي سبات قرآن كقرون كله وشرك عبي زنب مخانو سلزفلتو هم ونبتاع حديث نبي رسول صلى الله عليه وسلم كاب شرك زتن قوناك سمعون كله نتي شرك أكن دي شرك مخانو دفلتو كم قيمن تاجير يرمالو كم توصل كم شفاعة جيرو يرمالو مالت يوف تي تتوسل زبلو دلو تي تشفع زبلو زلو نسيو تي نغزاروسو ابشرك وديقوم كلو كاليشم هيبوم زلو مالتيوم. ولذلك انا لا اعبد الا الله انا نبجي كان ربي نخالي اي غزاني ويدماني عباده اي غبرني كبل صنح موني وهذا الالتجاء الى الصالحين ودعاهم ليس بعباده ما يبل نابتم نتم صالحين ملمان نابعتهم مصقع دماني عباده اي كونن يبل مالتيو كم تفلوط فالالتجاء تي مصقع اصقعوني عقبوني مبال حدا كبتي عباده يو. ولهذا نحنا كل غزي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبل تنصقعون تندقفون برب سبحانه وتعالى طرح رب سبحانه وتعالى ترحينا نصقع مالتيو. الاستحاذة هي الاعتصام والتحرز والالتجاء إلى الله وحده ناب رب سبحانه وتعالى متصقع إذا كبت عبيت عبادة أيو. عبادة سلزخوني دوما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبتخد قسو خلو كبتي زعلمنا دعا نقبرو الله إذا أتيت مجعك فتوضع ودعك للسلاة لهم دحري بيمان قون نخات دكس بدحريو كبت دعا تقبرو اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي وألجأت ظهري إليك ألجأت حجم بأريت تسقع عزل لخانا منيو ناب رب سبحانه وتعالى لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك تعق أبولون تسقع علون بجيك ناب رب سبحانه وتعالى ناب كالي إلن. ولذلك انتايل التمؤلف فقل له أنت تقرأ أن الله فرض عليك إخلاص العبادة رب سبحانه وتعالى عبادة إخلاص قد قبر فرد خمد قبر الكاتف اللت اندخاء وهو حقه عليك تقبو قبل علي خادلو قبو كتقف تصمو زل كان رب سبحانه وتعالى عبادة إخلاصي. فإذا قال نعم هو إخلاصي دحرل فقل له بين لهذا الذي فرض عليك تربي قديتاز قبر الكاس انتهي الكامون حتوتو وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك تربي قديتاز قبر الكاس نبين نبحتو خدقزو قديتا خادخوني حق الله عليك حق نيرب قبل علي خادلو نسيو. ولذلك فإنه لا يعرف العبادة تعبادة انتهي مخانو سلزي فلوت يوم أبشرك وديقوم كم توسل زقبرو وزلو مالت يوم ولا أنواعها التكفلتاتنا عبادة بزي مفلاتيو فبينها له بقولي كم بأري كم زقير كاقلو تقولي خان ابتشفع يبا التجاء يبا ندابلين ابزي ربي دسقع زلو سب إذا آيازي أب سورة الأعراف مبل حمسان حمشتن آياز لا إذا أقرأ له إخا ربنا عز وجل تايلو ادعوا ربكم تضرعا وخفياه
ربنا عز وجل تدرع خفيا نقبر كم زلنا نبر سبحانه وتعالى نعود راح كلب من كم زلنا عزيز الناي. ولذلك بتفسير البغوي رحمة الله عليه ادعوا ربكم تدرعا ما لسني تذللا واستكانا ما لتو تعنف سخح سيركا بجيكا خاكالي كقبر زخيل يلن يلكا تحتكينكا نرب سبحانه وتعالى لمن ادعوا ربكم تدرعا وخفيا سرا مالتي بمستر دماني بجيك كخا يعني حش خلك دعاء تقبر كلها بجيك رب سبحانه وتعالى كاليد سمعك هيلن كم يدماني ربنا عز وجل دفتو ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قال الحسن بين دعوة السر ودعوة العلانية 70 ضعفا. إذا كابتم تابعين ينتايبل تي نرب سبحانه وتعالى حشوخن دابلنا برب سبحانه وتعالى كسيلو زلمنن تعاويلو زلمنن فلليوم فرق ناي فللي ناي 7 درجات الدخون الويلو. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت دعاء تقولوا يا الله يا الله ندابولو أبقدمي أم دولو ويبتق أم دولو سب انتايلو دعاء جيرو انتايلو إن رب لمنو ديفولتولو جيزين نيرو مالت بمحير إخلاص بمحير تنتسهنا بمحير ناب رب سبحانه وتعالى تدرع دنبرم مالتيو. وإن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم حشوخ ندابولو ترح لأن ربنا عز وجل يترفدو تلمونود اللي خاعو الكاب حسابات كازلو ونابوش تخازلو دفلن سلزخوني حشوخ الكار دمس خاعو كيبل كخت لمونو ازيهم تم قدامو زقبروني روم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل وين كمز سلزبلا ادعو ربكم تضرعا وخفيا. وإن الله ذكر عبدا صالحا ورضي فعله ربنا عز وجل وين القرآن ذكروا لنا نحاد كابتم صالحين زخونو تتكبارات ناتو رب سبحانه وتعالى زرده يلو نسود ما ربنا عز وجل بزعبون تايلو إذ نادى ربه نداء خفيا. شوف زي أب سورة مريم دلا مالتي إنه لا يحب المعتدين نادى ربه نداء خفيا كسيلو حشوخلو ما نمسب سبع زي يقولو نرب سبحانه وتعالى يلم من كم زنبرة ربنا عز وجل قال يسألنا مالتي. ولذلك انتهي بالتمؤلف فإذا أعلمته بهذا إذا كل زمس قلت كالو فقل له فإذا علمت بهذا هل هو عبادة لله فلا بد أن يقول نعم تيم لمن سني تين رب سبحانه وتعالى متوع عبادة دي أيكونن الكاس كحتوتي خو عبادة بخبليو تدا عبادة يلوكا الحمد لله تردي ولو وربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كمونتي حديث كنري خلنا تزبلت عبادة ملخص دخانه خلاصة دخانه دعائه والدعاء مخ العبادة. فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره أم عبادة أنت لأخوين تملمان ليتن معلتن رب سبحانه وتعالى خطوع زلك أول ليتن معلتن رب سبحانه وتعالى هنداتوعك أبقل قدايات كان حد نبي أبقل قدايات كان حد ولي أبقل قدايات كان خالو تنتد آلمين كاس إزيس عبا إزيس شرك دو أيكوز أرنيو إسكبو اللي إخاء فلا بد أن يقول نعم هو ترى عبادة مخان ترى فلتك أزي دعاء أزي نزي ربي كتو علو خلق خاب زي ربي تقلب خلق أزي شركي إمالتيو. فقل له قال الله تعالى فصلي لربك وانحر ربنا عز وجل نعوه نسجد كلنا كم زلنا كسجد تخوين كا جنبار كاتن برولو دينن تبلولو بجي كان رب سبحانه وتعالى نخالي أيك فك أدنيو فصلي لربك وانحر كتحارد تخوين كاون قربان زخونا زك أرار بكادماني لله الكا أخات حرد مالتي. فإذا أطعت الله ونحرت له انت دع حرائي الكا وعبادة محراد الكا رب سبحانه وتعالى قرباني الكا انت دع تحرد كوينكا هل هذه عبادة عبادة دو يكونن هو عبادة فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق انت دع أن زي رب خان حريدكا نبي ديو وين جن ديو أو غيرهما وين زخون نبدي رب انت دع مقرار بلكا عبي حريدكا خاني هل أشركت في هذه العبادة غير الله فلا بد أن يقر ويقول نعم ندي رب دو حريدكا دو أي بحالنيو انت دع ناب أجنان انت دع ناب نبي انت دع ناب صالح نعو خونني نابو قرار بلكا نعو الكا انت دع حريدكا شرك دو يكونن
إذن ملخص نايزي انتاي خبلنا دليو كل جزي نتوم أبشر كودي قم كلو إذا أسئل تجاء إذا أستوصل يا إذا أشفع يا نابولو كم زي لهم زدنا جورو دلو شو بهذا اللوم سبات كتردهم دلكا أتي عب دعاء عبادة مخانو كمون محراد دماني عبادة مخانو كمون التجاء متسقع دماني عبادة مخانو كتبرها اللو الكمالتو قوله أنت تقر أن الله فرد عليك إخلاص العبادة رب سبحانه وتعالى إخلاص كنقبر كبدلنا بعبادة نعون بحط خنقزو خمز لنا قدي تخمز قبرو أي تفلت انت خابو الليخة وبا فلت انت لا تفلت كن كأمخ تسوع كالخاخ تلمن كالخاخ دماني نا الله سبحانه وتعالى نبين نبحت إخا كتسوع زلكا فلا يقصد بعبادتي ملكا عبادة تقبر كالخا لا نملائكة يخون ولا نشجر يخون ولا نحجر يخون ولا نشمس يخون ولا نقمر يخون كل قدفك إخلاص لله عز وجل الله نبحت إخا كتمل لخن كتكزة أندل كمالتي الإخلاص يعني أن يتوجه بالأعمال القلبية لله وحده إخلاص كبها الكل بمولو لبخا ناب رب سبحانه وتعالى ترح كتوجه مالتي كما يتوجه بالأعمال الظاهرة كم تبقى داماوي ركعك سجودك كل نرب تقبره كم دماني نيوشت أو دليت كان نيوشت أو فرحة نيوشت أو تسفة تقبره لدما نرب سبحانه وتعالى ترح يخون زلو والإخلاص هو الدين الذي بعث الله به الرسل جميعا إخلاص نبحث أن رب سبحانه وتعالى ترح كخون تعباداتات إزيو الله سبحانه وتعالى دأززو نزيح زوم يبدماني كلهم أنبياء دمتو فكان محور دعوتهم ولبها وهو الدين الذي طالبت به الرسل الأمم التي أرسلت إليها كلاتهم نبيات نهزبهم زبلوهم زنبورو نهزبهم زمرحوهم زنبورو نرب سبحانه وتعالى نبحث تقزؤو يوم زبلني رم مالتهم ولهذا ربنا عز وجل بسورة البينة تايلو وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وكل رسول كان يقول لقومه كلهم أنبياء دماني نهزبهم تايلوهم نرم كم تأب سورة المؤمنون دلو مالتهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نربنا بحطوا ليه تقزقوه كالي تملخون كالي تتقعون سنمتاعهم تقوردوا لهم نسو دي كونين فتاريخهم نسو ندهد أخوين فتاريخهم دما نعود راح عبادة دي تقوردوا له تبل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بجوكو خالي إله يبلكم من تبل نزي أيام حزم مزيهم كمون ربنا عز وجل أبصرة الأنبياء مبل عسران حمشتن آيان تايلو وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبد دون بجكاي كالي زملخ يلن نعيت راح تمر نعيت راح تجزؤني زبلو لأخاتي رب سبحانه وتعالى ببؤوانو لإخوة ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إذا أنا أنبياء ملأختي زنبرت مالتي كم دمان النبي عليه الصلاة والسلام بحديث برواية البخاري دلو من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا تقبوا نيباروت قبو رب سبحانه وتعالى اليوم دلهم قبو كفوت سموز قبوهم بارو تنتاي انت لألك أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الله سبحانه وتعالى نبحثه كاليك حوسوه قزوه زي أيام تأزيزه مالاتي والعبادة عبادة حتى بقوانك عارب تحد خونا نقر صد بلا نقر زي معبد بهال مالاتي ولذلك العبادة كل نجر رب زفوت ورب عزز ما بجي كان رب سبحانه وتعالى تزيكونه نابكالي كتو عليه بل كان عبادة ترح سلاة يكونن عبادة ترح زكاة يكونن ترح صيام يكونن ترح صلة الرحم يكونن بل عبادة بزوح معاني زلوه حدا خبتي زعبي عبادتات دعاء مالتيه كلها عبادة لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له بجي كان رب سبحانه وتعالى تزيكونه نابكالي انت دعوه الكايو أبشرك وديك الخمالة ولذلك شرك زود قدماني توبة خيبل انت دعمويتو مغفرة يبلون وربنا عز وجل بسورة النساء مبل 40 شمنتن آيان تايلو إن الله لا يغفر أن يشرك به
رب سبحانه وتعالى مسو شرك ازغبر له ايغفر له نيو فلا تدعوا مع الله احدا دمانيلو اب سوره الجن مس رب سبحانه وتعالى زخنه نجر كتصوع يبلكان اذا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا نمتا اين ذا ايازيها امصوا اذ مؤلف كابتن اديلا انت دايلنا مخنياتو ازيا أقرب للفهم سلازو خانت زيادة سبكر الدعاء زخيل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا يعني مسكنا جيركا تحتنا جيركا دمت سخاء تحتكا تلمونو نرب سبحانه وتعالى إذن إذا عبادة زيا إذا دعاء زيا خبتن عبيتي عباداتاتيا توم نزي ربي زملخو زنباروكو نزي ربي عبادات قبر نبارو أسنام دتسو عزنباروكو تاتسقومم نسوم يخلقو يوم سلزبولو ايكونون انتاي دعاني دعاء خقبرو خلو باعتهم قيرم ناب ربي بطحو سلزنبورو مالتهم بري الرب سبحانه وتعالى ربنا عز وجل خالق رازق نافع دار مخانو كلاتهم توم نعبادة الاسنام نتعود قزوز نبوروين ربو مخانو كل نقرز فتسم يفلطي ام نيروم انتخونا قن ابتا دعاء خقبرو خلو كلمون خلو قن اكن بغطة تان رب زلمونو نحنا زنبنياتاتينا ما بزوم اسنام قيرنا اينا نحنا زنبنيات تينامو بزوم ملائكة غير رأينا نبوتحو سلزولي أم دماني النبي عليه الصلاة والسلام زتقالس ومالتهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبوزوح آيات تدقاقي متقاليس زولو الدعاء عبادة مخانية ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كم تأب رواية ترمذي دلو انتهي لهم الدعاء هو العبادة لهم ولذلك تم مشركين من يوم القيامة مسكونه نتم عباداتات دتسو عزنبرو ربنا عز وجل بزعبهم تايلو أبصرة فسلت وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل نقد محجي أبو الدنيا كله بجكان ربنا خالي أي تسو عقدفون نتبعلو خلو بالليلوم ندي رب دتسو عزنبرو يوم القيامة مسكونه أتهم دسوعوا من تهم زلمون وهم زنبرو هوي لهم من أيرد ومنهم لأن كل ملك لله عز وجل أبيوم القيامة يخون أبو الدنيا يخون أبزكوا نزي كبتي مراد نيربي كبتي ديلت نيربي دوت سلا زيلو بقد تانا الله سبحانه وتعالى خا كتل من زلكا ولهذا تمؤلف انتايلو وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك فلا بد أن يقول نعم تهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم استلأخوهم انتهم عبادة زقبر نيروم ندي ربي تسوع نيروم ناب صالحين خدو نيروم ناب ملائكة يلمونو نيروم ازين ديوم دنبارو اوه فقل له هل كانت عبادتهم اياهم إلا في الدعاء والذبح انت عبادة زقبر نيروم زنبارو نعاتهم تايد نيرو دي ملمان دعاء كومو دمان كحرد خلو نعاتهم يحرد لهم نيروم كتسقعون تلأخوينهم كتسقبهم كلو دمان نعاتهم يلمونوهم سلز نبارو ازي اكو اتام استرسول صلى الله عليه وسلم كومو دمان مستم زحلفو انبياء تسحبهم زنبرت مسوزبهم كتلمن تخوين كان ربي غاتلمن دلكا كتحرد تخوين كان لله الكا غاتحرد دلكا تصقع دما ناب ربي سبحانه وتعالى يكتصقع زلكا مالتيو لكن ساتهم تايم دقبر نيروم توم ابقزي ابن رسول صلى الله عليه وسلم زكالة سوهم زبورو شفاعة خونونا اينا نزي امن لمنهم زلنا ابل نيروم اذا شفاعة تبل نساء دماني مستم انبياء تسحبهم زنبرة سلزي عبادة خبها الكلو تزعابي تخاص انتايم تلالكا دعاء اموني دعاء دماني كابت عبادات الزخونة لرب سبحانه وتعالى ترحي كخون زلو مالتي بزعبا ستحسو زي ابتد مزعوين بزيادة كنقلتنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.